امبارح طبعا ليلة الخميس يعني في برنامج صار الوقت اللي بالحد الأدنى في واحد يقول انه الآراء بتختلف كتير بتقييمه، ولكن اللي ما ممكن يكون في خلاف عليه انه برنامج عنده رأي سياسي واضح. هلأ هالرأي السياسي بصراع السلطة بين بعض انا شخصيا ما بيعني لي، ولكن بيعني لي بمحل وقت ياخد موقف صار متكرر كذا مرة بالدفاع عن المصارف وعن طبعا حاكم المصرف المركزي شخص رياض سلامة، اللي واحد فيه لقي له مبرر إذا بالمضمون واضحة أسبابه، أما على القليلة ما فيها أي التباس في واحد يقول الدنيا رأي. ولكن امبارح الأستاذ جورج غانم بيطلع بالحلقة وبيحكي حوالي التلت ساعة، هالتلت ساعة بيحكي فيها عن موضوع تحت هيك عنوان: من وين اجوا هالخسائر، وين راحوا المصريات بهالمعنى. بداية الحلقة كلها بلشت بمقدمة مارسيل غانم ومن ثم ببداية حديث جورج غانم عن صراع العون حريري على تأليف الحكومة. بالنسبة لي اللهم اضرب الظالمين بالظالمين بهيك قصص، يعني لا بهمني موقف عون ولا بهمني موقف الحريري من تأليف الحكومة، لأنه الصراع هو على حصص لفريقين أو لأفرقاء، ما حدا منهم عنده برنامج تواحد يقدر يأيد حدا من الاثنين. صراع مجرد على السلطة تيثبتوا فيها بانتظار شيء يتغير بالمنطقة، بقى شو ما كانت المواقف منه غير مهم. وفي محلات في واحد حتى يتفق مع اللي قاله جورج غانم ببداية حديثه انه ايه في هذا الصراع على التدقيق الجنائي اللي صرت حاكي رأيي فيه كذا مرة، فيكم تشوفوه اذا حدا مهتم يعني بفيديوهات سابقة مش هعيده، انه ايه هيدا مش تدقيق بالحسابات، هيدا تصفية حسابات سياسية. في واحد يقول هيك ايه، لانه التدقيق فيه يكون شي منيح على شرط ضمن سياق في محاسبة، مش رح نعيد نفس الكلام. وحتى أنا أكتر شيء بأيد الحكي اللي استنكر فيه كلام وزير الخارجية الفرنسية لودريان، واعتبر أنه هذا كلام مهين للمسؤولين اللبنانيين، وإذا أنا كنت في موقع مسؤولية كنت برد عليه تماما. هلأ وين راحوا المصريات؟ بلش الحديث بالجملة التالية: بس معليش، لأنه في نوع من احتلال للعقل، وبعرف أنه كتير من الناس الموجوعين والمدعين وأنا واحد منهم، وانت بتعرف انه انا واحد منهم، لا هربت اموالك ولا نقلت اموالك، كل الناس تاخد على سعر المنصة المليرة. هلا لانه هو احد المودعين ولانه بياخد معاشه عن المنصة مثله مثلنا، لازم واحد يوضح، لانه نحن اذا من طبقة اجتماعية واحدة خلينا نجرب نتفاهم اول شيء بين بعض. اما احتلال العقول اللي عم بيحذر منه تا هو يوضح لنا من خلاله، رح نشوف بالآخر إذا في احتلال العقول في ظلم للمصارف أم لرياض سلامة أم ما في ظلم. البداية هو من سلسلة أرقام بلش يذكرها تيقول وين راحوا المصريات، عم بيشرح لنا وين راحوا هالمصريات، وإنه هالمصريات ما راحوا هالسنة وهالسنتين اللي قطعوا، هاي دي قصة أطول وهذا كلام صحيح، وانه نحن في عنا سياسة تثبيت سعر الصرف، وهي سياسة تثبيت سعر الصرف رئيس الجمهورية قبل مظاهرات بشهر ونص باجتماع بعبدة وقبل بداية الأزمة يعني بشي شهر ونص كان أكد عليها، إذن هيدا القرار منه من عند رياض سلامة، هذا القرار من عند الدولة اللبنانية ممثلة بآخر محطة فيها رئيس الجمهورية ولكن قبل الحكومات وغيره. وإذا عنا تثبيت سعر للصرف في آليات، بدنا نجيب دولارات على البلد، وقال ما بنقدر نثبت سعر الصرف، بدكم نثبت سعر الصرف. هلا ليش ما نجحنا بتثبيت سعر الصرف وين طاروا مصريات الناس؟ رح حط لكم هالفيديو اللي فيه مقتطعات يمكن ما كتير تنفهم لانه هي جمع ارقام، رح احكي عنها اشرحها من بعدها شو كان الغاية ولوين عم بحاول يوصل من خلال تلاوة هالارقام التالية. 2015 رح احكي بال 2015 لا ال 2019 العجز بالميزان التجاري، يعني يلي هو تراكم عجوزات العجوزات للتجارة الخارجية، طبعا العجز بالميزان المدفوعات
كان 56 مليار و223 مليون دولار. مقابله في أكثر من 25 مليار دولار عجز بالموازنة بهاي الفترة من 2015 ل 2019. اليوم إذا بدي أجمع من 2015 لآخر 2020 العجز بميزان المدفوعات حتى هذه اللحظة 29 مليار و900 مليون دولار. طيب هولي نوابنا نأملهم كيف راحوا؟ ضيف عليها وما بدي هون يحمل مسؤولية الكهرباء لا للتيار الوطني الحر ولا لغيره. سلسلة ارتب والرواتب. تحويلات الخزينة لشركة الكهرباء من سنة 2000 لسنة 2019 22 مليار 900 مليون. هاو التحويلات ما عدا اللي صرفتهم يلي تقريبا بيصيروا الخسائر حوالي 48 مليار دولار. هاو كمان. طيب حق الفيول تبع شركة الكهرباء، حق القطع الغيار تبع شركة الكهرباء، هاو مين كان يدفعون؟ صحيح انه الحساب 36 والدولة تحول باللبناني لمصرف لبنان، لكن كيف كان عم يقلبون مصرف لبنان؟ كان عم يقلبون للدولار. طيب مصرف لبنان بده من الدولة اللي ما بدها تعترف فيهم 16 مليار دولار هاو، وطبعا اطيح ب 5 مليار 500 مليون دولار اللي هن اليورو بونز، فاذا هيدا كمان كله دولار. طيب من هول الارقام كلهم عم يجرب يقول الاستاذ جورج غانم انه هول المصريات ما انسرقت، هون صرفت هون وهون وهون. هلا بعد في فيديو تاني كمان رح نروح على الشق السياسي اللي ايضا بيحمل فيه مسؤوليات، عم بيقول انه نحن بنستورد دايما اكتر ما بنصدر، وبالتالي هذا الميزان التجاري مخسرنا اخر خمس سنين كان شي 56 مليار دولار لحاله. هون راحوا المصريات. عم بيقول انه كمان في الموازنة، يعني المصروف الحكومي الدولي كل سنة فيها عجز، اذا بناخد اخر خمس سنين كنتوا خسرانين 25 مليار دولار، علما انه بمحاولة هيك التأكيد ورجع ذكر الموازنة 2018-19 هني بالشي الرقم اللي ذكر وما فيش زوم لإعادة الذكر يعني. وحتى بيذكر عجز ميزان المدفوعات اللي هو بحوالي 30 مليار دولار عن الفترة نفسها. أنا برأيي ما كان في زوم يذكر رقمين الأولين لأنه هو كل القصة بميزان المدفوعات، ولكن عم بيوصف بالتفصيل الممل وين راحوا المصريات بالمليارات. بزيد عليها تحويلات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان اللي بعدها مستمرة لليوم، اللي بيقولوا انه هي بحوالي 23 مليار دولار، واذا زدنا عليها المصروفات بتوصل 48 مليار دولار. بعدين بيرجع بيذكر الفيول، الفيول ضمن المصروفات. على كل حال هن التحويلات لشراء الفيول اصلا، بغض النظر النية اللي عم بيقول فيها انه هيدي الارقام شفتوا قديش، 48 مليار دولار على الكهرباء، 56 مليار دولار عجز ميزان مدفوعات، عجز ميزان تجاري، 25 مليار دولار على 5 سنين هولي بس بالموازنات. طيب بالاخر بيقول انه مع هو كلهم المصرف المركزي بقى بده منكم، بده من الدوله شي 21 مليار ما عم تدفعوا له اياهم لانه وقفتوا دفع يورو بونز وبدكم تحملوا خسائر. اذا اللي عم جرب يقولوا انه هو المصريات ما بدها تدقيق جنائي، يا حو هذا تدقيقنا الجنائي. في قاعده معموله مع جهات مهتمه بموضوع التدقيق الجنائي اكيد حطت هول الارقام. عظيم، الارقام كلها بالمبدا مزبوطه، مزبوطه مش بالمبدا، هي ارقام صحيحه. السؤال تدقيق جنائي انا ما بيهمني، يعني ينعمل ولا ما ينعمل، لازم ينعمل لو عنا قضاء، لانه ينعمل بلا قضاء بينعمل بنبعته عند علي ابراهيم بيروح اخر شيء اوكي، بيطلب نسخه كل مره كنا على الهواء نحط شيء فضيحه عن شيء يطلب نسخه عن الحلقه وتروح. هلا حدا متوهم انه هون بالدوله اللي عنا اياها اللي هي قامت بعد الحرب على فكره اللامحاسبه، جماعه الميليشيات عملوا عفو لنفسهم اجوا حكمونا، رح يجي ينحكم عليهم بهيدا؟ ماشي الحال، بس اداه سياسيه تا واحد يقول هو السراء مش انا. تفصيل. طيب هو المصريات كلها اللي راحت بهيدي السبل، هل تعفي من تهمه السرقه؟ اما الاشكالات الجنائيه ربما لا. يعني يمكن في واحد يجي يقول، مش واحد يجي يقول، يمكن بعد التدقيق ينعمل انه يطلع هون راحوا الخسائر وبس، هون ما في شيء من بعده. ويمكن لا، بتدقيق جنائي يطلع في سرقات في فساد. هل بستبعدها عن هيدي الجمهورية اللي احنا عايشين فيها؟ يعني واحد ماشي الحال. اذا لشو كل هالاستفاضة
تأوصل على الله خلاصة. بس أكتر من هيك بدل ما أوصل على الله خلاصة في كتير دقة بالأرقام هون بالتفصيل، بس في رقم واحد وقت جينا عليه بطلنا نعرفه. طيب اجت الهندسات جابت 13 مليار بكلفة، معلش ما بعرف شو قايلين لرئيس الجمهورية وشو كلفتها، بينحكى عنها بعدين، هن المصاري بيفصلوها وأيضا مصرف لبنان. بس بموضوع الهندسات المالية اللي صار بال 2016 كلفتها بينحكى عنها بعدين، ليش؟ ليش ما بنحكي عنها هلأ؟ وليش ما بنحكي عن مين سمح لحاكم المصرف المركزي ياخد هيك قرار بهيدي الكلفة؟ فيه هو ياخد هيك قرار، بس مين بيجي بيحطه بمحل انه هو ممنوع محاسبته عليه؟ ومين بيقدر على التلفزيون يقدر يبرئ حاكم المصرف المركزي انه بهالعمليات تحديدا ما كان في عمليات فساد؟ مين بيعرف؟ وقت انت عم تعطي خلاصة عملية معقدة خلاصتها على الدولار 32% لمصارف ما، على كل دولار بيجيبوا لك ايه ربح بالوضع اللي احنا فيه، مين بيقدر يطلع على التلفزيون بمجرد ما يحكي هيك يقول يا حني هون راحوا الخسائر؟ الهندسات مالية خلي المصارف بكرة، خلي المصارف بتخبرني ليش؟ لأنه بلفون حاكم المصرف المركزي والأرباح اللي كانوا ناطرينا طلعت دفترية وطاروا الدولارات بغير محل. إذا في حمرنة عندهم بتبرر أصل الفعل وين تبددت هالدولارات الباقية؟ طيب قبل ما انا حط رأيي ب وين بلا الحاكم المصرف المركزي عليه اشكاليات قانونية كان لازم ينحكى فيها بهالتلت ساعة، لانه اللي حكيه صحيح، عنا بلد قائم على الاستيراد صحيح، عنا بلد ما في سياسة اقتصادية صحيح، عنا بلد تثبيت سعر صرف الليرة ادى لهالنموذج اغلب الاعم من الاموال تروح على هالاستيراد مش قصة سرقة كمان صحيح، هو كلهم صاروا. بعدين منفوت على هذا الفيديو، رح اختصره لانه عن الاسباب السياسية اللي علي عليها كلمة قبل ما واحد يوصل للخلاصة والمسؤوليات الفعلية وين بهالمرحلة. شو صار؟ نسينا نحن انه الازمة السورية شو كلفت؟ تعطيل الرئاسي اللي حصل سنتين ونص بالضبط، هذا ما له كلفة بالسوق. نحن منتبهنا كمان انه بال2017 كمان هذا جزء من خروج رؤوس الاموال. بال2017 صار عندنا شغلتين، اولا صار عندنا السلسله الرتبه والرواتب يلي كلفت مبالغ بتعرف انت انه، والرئيس اكيد بيعرف انه احتجاز الرئيس سعد الحريري كلف خلال 28 يوم 4 مليار دولار قلب من اللبناني للدولار بالسوق اللبناني، ويمكن ما كانوا مغطيين كمان، وخرج أيضا 4 مليار و 800 مليون دولار إلى الخارج. طيب بعد الانتخابات الخلاف اللي صار بين الرئيس سعد الحريري والعهد والوزير جبران داسيل أخر الحكومة من أيار 2018 ل 31 كانون الثاني 2019، رجعنا جينا بال 2019 الخلافات 40 يوم أبرشمون شو كلفت المشكلة؟ الدرون فوق الضاحية كمان وتهديد السيد حسن نصر الله كمان شو كلف؟ بس تقلك احتجاج الخليجيين على خروج على دخول حزب الله على سوريا من سنة 2013 وما بعدها جعل الخليجيين يبيعوا كل شيء لهم أصول بلبنان. إذا منلاحظ بشق السياسة كلها مزبوطة، يعني السلسلة بآلية كيف انعملت، لأنه السلسلة كانت حق ولكن عملت قبل الانتخابات منفخوها زيادة لكل نايب يرشي جماعته على حساب المال العام ويلا. وعلى فكرة يعني ما شي جحاشي، يعني انه ما تفكروا انه هون كانوا عارفين شو عم بيعملوا. يلا وقت واحد يجيب ناس يا خلفيتهم جهل يا ميليشيات شو بدهم يطلعوا بهيك مواضيع؟ يعني انه طعموا العالم يلا، ما شو مصرياتي ماشي الحال، ما حدا مقدر كلفتها وشو بتأثر. اوكي خطف الحريري طبعا، قصة أبرشمون وكله صحيح، والأزمة السورية صحيح، كله صحيح. هلا ناقص عن هيدا الشيء كله انه صح في مجلس نيابي وصح في رئاسه الجمهوريه وفي رئاسه حكومه، معلش يعني انه سعد الحريري من 2016 بهالتسويه اللي عملها هو ميشيل عون اثنيناتهم شو قرروا يعملوا لمقاربه هالازمات ماشي اوكي، بس اذا قلنا هالحكي مش كلمات نبرئ رياض سلامه، اذا قلنا هالحكي
كل واحد يحمل مسؤوليته. القرار السياسي بتثبيت سعر الصرف هو قرار حكومي. قرار معالجة عجز ميزان المدفوعات تحديدا عجز الميزان التجاري جواته يعني استيراد وتصدير قرار حكومي. هلا بدنا نسترجع كمان مين اللي طلع بقرار تثبيت سعر صرف الليرة بالأول؟ مين اللي شال كل التعريفات الجمركية وفتح البلد على الاستيراد وانقتلت الصناعة بالتسعينيات تحديدا بعد باريس 2 زادت؟ كمان في ميشيل عون، في سعد الحريري، وفي رفيق الحريري. سعد الحريري معطر يعني، سعد الحريري يلا ماشي الحال. ولكن وين رياض سلامة؟ رياض سلامة قرر انه هو اما قرر له قبل بغض النظر يعمل ترمبت مضخة المصاري تبعها كله. وقت يجي يقول الاستاذ جورج غانم الجملتين التالتين، خلينا نسمعهم تعلي عليهم. مصرف لبنان اضطر لما المصارف اللبنانية بطلوا يكتتبوا اعتبارا من سنة 2018 اوكي، صار هو عم يكتتب، صار نسبة الاكتتاب تبعه 55%. في سؤال كبير، مين بده يحاسب حكومة الرئيس حسان دياب يلي أخذت القرار بسبعة أدار 2020 بالتوقف غير المنظم عن الدفع يلي أخرج لبنان من الأسواق؟ ما بقى فينا نتدين ولا دولار. مش مصرف لبنان والمصارف يلي أنفقوا الأموال، هني مولوا. الرئيس امبارح كان عم بيقول كان لازم يوزعوا المخاطر، صحيح، وهي مسؤوليتهم يوزعوا المخاطر لأنه هن حطوا 70% تقريبا من الودائع والأصول عند مصرف لبنان. لكن مين كان بيتصور أنه في دولة بتدمر حالة بهاي الطريقة ومكملة بالتدمير وبتطير الثقة بقطاع له 70-80 سنة لحتى تبني هذا براند؟ هذا البراند كيف ترجع بتبني وبدولة كل يوم تتهم حاكم المصرف المركزي تبعها بتبييض الأموال بشكل بيهشل الناس والمستثمرين وبيجعل إنه بروكة المراسلة تشك بكل دولار بيفوت ونحن عم نقوص حالنا وعم ندمر حالنا؟ أول جملة إنه المصارف بطلت تكتتب، صار المصرف المركزي يدين الدولة، هلأ جايين عليها هيدي. وتاني واحدة إنه خي هولي مولوا، هو مش هني اللي صرفوا المصريات، شو بتحملون قلهم؟ مزبوط كان لازم يوزعوا شوي أموالهم المصارف توظيفاتهم ما يحطوها كلها بالدولة، بس لحقت وصارت. شو هن مفكرين في دولة بتقتل حالة؟ لا، شو هن عايشين بالموماو؟ شو هن عم يكتشفوا الدولة بال2019؟ ما الدولة هي المصارف. ليش في شي وزير؟ مش في، في كتير، بس في شي حكومة ما فيها وزير بشي مصرف؟ في شي مصرف ما فيها رجل سياسي؟ ماشي الحال. هلأ بطلوا يعرفوا انه في دولة بتنحر حالة هيك وقتها وقعت البقرة، وقتها كانوا عم يجمعوا مليارات على 23 سنة ما كانوا عارفين. طيب بسيطة، سنة 97-98 بيقرر رئيس الحكومة بوقت رفيق الحريري يستدين للمرة الأولى بالدولار أوكي، بضغط من المصارف اللي مطلوا بدون يدينوا الدولة بالليرة اللبنانية، خافوا انه تنهار سعر الصرف بوقتها. ساعتها قيمة هالقروض اللي عم يعطوها بتروح، قالوا ما مدينكم إلا بالدولار أوكي. قبل كانت جريمة انه قبل، لأنه صار في دولة عم تدين بالدولار وهي ما عندها مدخول ولا دولار واحد، يعني ما فيها تسكر دينا الا بدين اضافي. كيف تخلص هيك لعبه بعمله هي اجنبيه؟ يعني ما فينا نطبعها وتنسكر خسائرنا، تخلص بافلاس. نص المصارف، نص جمعيه المصارف راحت ضد قرار ما مندين الدوله بالدولار، خيها بتفلسنا. مش بس نص المصارف، بين ال97 لل2001 كانوا كل المصارف الأجنبية بلبنان أغلقت أبوابها لأنه ما بدها تفوت بهاللعبة، لأن قالوا خيال لعبة تفليسة، بدكم تلعبوها لعبوها أنتو، وتنبقى مفتحين مصارفنا بلبنان وما نلعب هيك لعبة رح نخسر زبوناتنا. ليش؟ لأن أنتو بتدينوا الدولة بالدولار تعطيكم شي 5% فوايد، قادرين تعطوا زبوناتكم 4-3% بالدولار. نحن بنوكي محترمة ما بنلعب لعبة تفنيس وتجليط، فما فينا نعطي زبوناتنا إلا 1%، رح ياخذوا مصريات وحطوها عندكم، بس انتو عم تعرضون قلن للإفلاس وحالكن والدولة. إذا كلهم كانوا عارفين شو عم بيعملوا، هو هن المصارف، مش عم بيمولوا الدولة حبا فيها وما كان معهم خبر يا حرام. مجالس الإدارة نصها بتكون وزراء ونواب، صاروا انه هم مولوا الدولة. أما قصة انه المصرف المركزي
وقت بطلوا البنوك يدينوا الدولة شو بده يعمل؟ بيتركها توقع يا حرام؟ أكيد لا. طيب أنا بكل هيدي القصة تبع رياض سلامة شو بده واحد بالقيل والقال؟ في مادتين قانونيتين تحكم الموقف من رياض سلامة، لأنه بالسياسة العامة إيه أنا ما بحمله مسؤولية، بالسياسة العامة هي موظف عند حكم، الحكم مسؤول عن السياسات المالية والاقتصادية كلها، ومش عاجبه معه حق جورج غانم بالآخر بيقول يقلوا، ولازم يقلوا. المادة 19 من قانون النقد والتسليف بتقول انه فيكم تقيلوا حاكم المصرف المركزي بعدة عوامل، منها شغلتين: الاخلال بالواجبات الوظيفية ام الخطأ الفادح. طيب فينا بس نقرأ بالمادة 70 شو مهمة المصرف المركزي وحاكمه؟ طيب هاي المادة 70: المهمة المحافظة على سلامة النقد. هاي المهمة الاولى، شو عامل بسلامة النقد؟ في خطأ فادح؟ في إخلال بالموجبات الوظيفية؟ طيب المهمة الثانية، المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، العوض بسلامتكم. المهمة الثالثة، المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي، طار النظام المصرفي. المهمة الرابعة، تطوير السوق النقدية والمالية، ما في لزوم واحد يعلق. طيب ولا واحدة من مهمات المصرف المركزي عم بيقوم فيها. صار بدي أتذكر كل شيء صاير من قبر شمون، لا سلف الكهرباء من سنة 2000 لليوم اللي كلها صحيحة وكلها بدها محاسبة سياسية، والمحاسبة السياسية بتصير يا من قبل القضاء إذا في مش سياسي، إذا في مخالفات للقانون، أما بالسياسي ايه أوكي الناس بتحاسب بالسياسي، بس شو خص هاي بتبرئة موظف؟ نعملها ومنعملها ولا كله صار سياسي وما تطلعوها كبش محرقة؟ ساعات أنا بصير معك ما تطلعوا لرياض سلامة كبش محرقة، هيك أنا ما عندي مشكل، بس نجي مبرق وماشي الحال يعني. طيب الأهم باللي قاله أستاذ جورج إنه الزلمة وقت بطل حدا يدين الدولة إجا لينقذها دينا. قانون النقد والتسليف اللي بينظم عمله بيمنعه يدين الدولة، تحديدا هون بيبين إنه هو جزء من هيدي السلطة السياسية، ما بفرقوا عنا. لأنه المادة 90 تجي بتقول التالي: باستثناء تسهيلات الصندوق اللي هي عمليات ضئيلة كتير وعلى فترات زمنية كتير قليلة أقل من 6 شهور بيقدر يساعد، فالمبدأ ألا يمنح المصرف المركزي قروضا للقطاع العام. هاي المادة 90. المادة 91 اللي هي الأهم، طويلة شوي بس اسمعوا بس لتشوفوا كيف واحد بيتأكد انه في حدا شريك. من بعد ما يقول انه ما بالمادة 90 ما لك حق تدين الدولة، انت بالمادة 191 بيقول: إلا أنه في ظروف استثنائية الخطورة أو في حالات الضرورة القصوى، إذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي تحيط حاكم المصرف علما بذلك. خي هيدا ما لقوا في ظرف استثنائي وبدنا نتدين، بتخبروش لك شو بيعمل هو؟ يدرس المصرف مع الحكومة إمكانية استبدال مساعدته بوسائل أخرى كإصدار قرض داخلي أو عقد قرض خارجي أو إجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الأخرى أو إيجاد موارد ضريبية جديدة. لكن القانون شو عطيه صلاحية؟ إنه أنت ما بتدينها للدولة حتى وقت تطلب منك، بدك تتأكد عندهم إمكانية يجيبوا قرض خارجي، قرض داخلي من حدا تاني؟ لا ولا. طيب تبعت وراهم تقول له أعطوني موازنكم بدي وفر منا بنود. إذا هو كلهم مصاروا ما قدر يلاقي ولا محل ليصلح بالمالية العامة، هذا مين عم بيعطوها الصلاحية؟ لحاكم المصرف المركزي. فقط في هذه الحالة التي يثبت فيها أنه لا يوجد أي حل آخر، وإذا ما أصرت الحكومة مع ذلك على طلبها، يمكن المصرف المركزي أن يمنح القرض المطلوب. حينئذ حتى وقت يعملها واللي هو في ما يعملها، يقترح المصرف على الحكومة إن لزم الأمر التدابير التي من شأنها الحد مما قد يكون لقرضه من عواقب سيئة اقتصادية سيئة، وخاصة الحد من تأثيره في الوضع الذي أعطي فيه على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية. يعني أنت يا حاكم مصرف مركزي بيمنعك القانون الدين الدولي، وإذا انجبرت الدين الدولي أول شيء لك حق تبحث بموازنتها وتشيل نفقات من بنود على بنود هالقد، وحتى لو ما قبلوا بهولي فيك ما تعطي، لأنه يمكنك أن تقرض الدولة. خيالي افترضنا أقرضت الدولة، حاطين لك الشرط
محافظة على القوة الشرائية للعملة. انت اليوم وقت تقرض الدولة وبيعملوا سلسلة الرتب والرواتب كان ضد رياض سلامة، ليش بقى ماشي بالتمويل؟ ليش؟ لانه يعني جزء من اللعبة، جزء من اللعبة مولون طارت القدرة الشرائية. يقال بكرة بقى بس بإقراضه للدولة وإقراض المصارف للدولة للمصرف المركزي، واللي كلهم عارفين انه لعبة كشات بين، ما حدا مخشوش انه هولي كانوا بيقدروا في بلد بيضبح حاله، ايه كانوا هن اللي عم يضبحوا البلد، كان فيهم يعملوا شيء؟ كان فيهم ما يدينوا الدولة؟ وعلى فكرة بهيدا الموقف، هذا موقف يميني، خي قطاع خاص حر ما بيدين الدولة، خلي الدولة تروح تشوف تعمل شغلة. بس هيدي الملاحظة حبيت أقولها لأنه في شيء كان بيمرق لو ما نقال بالبداية إنه في مثل تشويه للوعي أو شيء من هالنوع، احتلال العقل وشيء من هالنوع، لأنه هيدي المعلومات كلها لآخر شيء يجي يقول إنه بيطلع الحق على حسان دياب، بدك مشحر أساسا يعني لازم يتحمل مسؤولياته، ما عندي أي إشكال، بس يطلع إنه كل المشكل صار لأنه الدولة أعلنت توقفها عن سداد الدين من دون النزع صيغة الدولة وبطل حدا يدينها. يا أخي ما أنت قبل بجملة عم تقول مصارفنا اللبنانية كانت بطلت عم تدين الدولة من 2018، بتحطها بحسان دياب انه صار كل مشكلتنا انه الدولة تعسرت عن دفع الدين؟ طيب ليش ما بتذكر المعلومة التانية اللي بعت وراء رياض سلامة باجتماع بالحكومة وبيقول له حسان دياب بوقتها قبل ما يأخذ القرار بالتوقف عن الدفع، ندفع أدار ممكن نبي أدار، ندفع اليوروبونز على أدار؟ قال له موجودين، قال له عظيم موجودين، رياض سلامة قال له انه موجودين، بيقول له حسان دياب لرياض سلامة هذا الكلام نقل للإعلام ولسان ما في استحقاق تاني، قال هيك لا كل حادث له حديث. اللحظة لحظة لحظة يا قادرين ندفع كل شيء لنقدر نكسب وقت فعلي، يا مش بدفع أدار تفيد بعض الناس اللي بعتهم أنا هاليوروبونز ليطلعوا قرشان وبعد بشهر أعلن تعسر، شو فرقت بعلنه من هلأ وبوفر مليار ونص دولار، مليار ونص دولار يعني شهرين من هولي تبع الدعم. ايه هيك صار توقف عن هذا. وكان رياض سلامة عم بيدين لحاله الدولة، ليش؟ لانه انت كنت عم بتقول قبل شوي انه ما حدا عم يدينها، بيطلع صار كل تعسر الدولة صار لانه اعلن حسان دياب تعسر عن دفع، مش هيك كانت نتيجة؟ علما انه حسان دياب ادارة بطريقة سيئة جدا، بس موضوع تاني. هذا كل اللي حبيت اقوله. هلأ حكي بالاخر استاذ جورج انه هيدا اتهام الحاكم المصرف المركزي دايما بانه بتبييض الاموال، انتو عم بتعرضوا صورة المصرف المركزي. اول شيء صورة المصرف المركزي بلبنان وبالخارج تحت الارض، بطل في حدا غشيم بهالكرة الارضية، وايام اللي كنا نمنح فيها جوائز وندق الجرس بول ستريت بالعالم كله انتهت، وسويسرا صارت رافعة دعوة على حاكم المصرف المركزي يمكن يطلع بريء منهم كلهم، ولكن الادعاء انه نحن عنا صيت مميز وهلا جاي كم واحد بلبنان عم بينزعلوا صيته ماشي الحال شوي، بس غير هيك انه هيدا براند، المصارف براند عم تنزعوا البراند، والصحافة براند كمان، الصحافة براند وقتها ينتزع هالبراند بينتزع. هيدا كل شيء حبيت اقوله بخصوص هيدا الكلام، بس لانه مستفز لناحية توجيه الاتهامات بمحلات بتصيب بمحل وما بتصيب خالص بمحل تاني، بس المهم تحييد افرقاء معينين ليبينوا بالقراءة التاريخية ان هو الوحدين اللي ما دخلهم بشي.